أصغر واحد يكون موجود في الميلس، وهو أول لما يشوف الضيوف جايين هو اللي يقوم يمسك الدلة. كانوا لو اللي يقولون صغير القوم خادمهم يشوف منو أكبر واحد من اللي قاعدين، على طول يمد عليه القهوة ويشل الفنيان ويروح يبتدي من اليمين، خلاص يمشي عاد على اليمين لين ما يخلص ويقعد واقف. وعيب عندنا أن الولد لما يصب القهوة يقعد، ما يقعد يتم واقف، يعني لازم يتعودون العادات والتقاليد والسنع. وفي ميالس الحريم بعد أصغر وحدة تقوم هي تصب القهوة البنات.